he put the money in her bag, I was thinking about this guy is gonna get the money and leave. But he didn't. يتحمل العاملون في مجال خدمة العملاء الكثير. مقر أشخاص مترددون أو عملاء وقحون ينظرون إليهم باحتقار لأنهم يأخذون طلباتهم. ولكن هناك سيناريو آخر أكثر قتامة وسوداوية يمكن أن يحدث لموظفي خدمة العملاء مثل هذا الذي سنعرضه لكم اليوم. ريدا بول دينيس ريد في ريتشارد هيلز تكساس. نشأ ريد في هيوستن وابن لأب مدمن على الكحول وأم تخلت عنه، وهو مزيج في كثير من الأحيان لوصفة كارثية. بدأ ريد حياته الإجرامية في السن المبكرة للغاية، حيث خاض عددا من المشاحنات مع عائلته ومع الشرطة. وفي عام 1983 سرق مطعم اللحوم الخاص بعائلته في هيوستن وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. لحسن حظه ولسوء حظ الآخرين تم الإفراج عنه بعد 7 سنوات فقط لحسن سلوكه. بمجرد أن أصبح ريد رجلا حرا حصل على وظيفة في قيادة الشاحنات، ولكن سرعان ما تحطم لحطام سيء وسمح له بذلك بالمطالبة بتعويض مادي وتسوية لطيفة، والتي أنفقها كلها في الجراحة التجميلية ليجعل نفسه أكثر وسامة وجاذبية. يبدو أنه حتى أقصى القتلة يمكن أن يكون لديهم وعي ذاتي بجمالهم. السبب في إجرائه لتلك الجراحة التجميلية يعزى إلى أنه أراد أن يصبح نجم موسيقي لنوع موسيقي الكونتري، حتى أنه بدأ في تكوين صور فوتوغرافية حتى يتمكن من بيعها إلى معجبيه الغير موجودين. توجه ريد في النهاية إلى ناشفيل لمتابعة مهنة موسيقي الكونتري، حيث أطلق على نفسه اسم جاستن باركس. لسوء الحظ لم يدرك مدى صعوبة هذا المجال في الواقع. وصف هو نفسه ذات مرة كيف أنه لم يوفق في اختيار مهنته، ولذلك وجد ريد نفسه مجبرا على العمل في وظيفة كمنظف أطباق في مطعم يدعى شوني. لكنه فقد وظيفته عندما أصيب بالجنون وألقى طبقا على زميل له في العمل وتحطم الطبق على الأرض. من المفترض أن مسيرته الموسيقية الفاشلة وفقدان وظيفته هما ما قاداه في الرحلة المظلمة التي أنهت حياة العديد من الأبرياء. في 16 فبراير 1997 دخل بول دينيس ريد مطعم كابتن دي في ولاية تيساني، وأخبر الموظفين أنه يبحث عن وظيفة. بمجرد دخوله أجبر ريد الموظفة سارة جاكسون البالغة من العمر 16 عاما فقط، والمدير ستيف هامبتون الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما على الذهاب إلى المبرد. قام بتقييد أيديهم وأرجلهم معا قبل إطلاق النار عليهم بوحشية، على الرغم من أن الحادث وقع في اليوم التالي لطرده من عمله السابق. يمكننا أن نتفق جميعا أن هذا المستوى من القسوة لا يولد بين عشية وضحاها. سرق ريد جميع الأموال التي وجدها في المطعم، بما في ذلك مبلغ كبير من النقود، وقد استخدم هذا المال بعد يومين كدفعة مقدمة لسيارة جديدة. تحدث مدير منطقة سلسلة مطاعم كابتن دي مع ستيف على الهاتف حوالي الساعة 8:30 صباحا، وبعد أكثر من ساعة حوالي الساعة 9:30 وصل موظف آخر للمطعم، لكنه لم يستطع الدخول لأن الأبواب كانت مغلقة. فاتصل هذا الموظف بأحد رجال الشرطة الذي يعرفهم والذي وصل لموقع الحادث، ودخل المكان عنوة ليجد الموظفين مستقلين على الأرض داخل مبرد المطعم. قال الطب الشرعي إن نمط الدم يظهر أن سارة حاولت سحب نفسها للخارج بعدما أصيبت بالطلق الناري قبل أن تستسلم في النهاية، وتمت متأخرة بجراحها. لا يعرف أحد من المسؤول عن تلك الجرائم، مما دفع ريد لمواصلة فورة القتل.
في 23 مارس 1997 اقترب ريد من اثنين من موظفين في مطعم ماكدونالدز بعدما كان قد أغلق ووجه مسدسه نحوهما وأجبرهما على العودة إلى الداخل وبلا رحمة. أطلق ريد النار على أندريا براون ورونالد سانتياغو بالإضافة إلى روبرت سيويل جونيور الذي كان يعمل بالداخل. حاولت ريد إطلاق النار على شخص آخر كان يعمل أيضا في الداخل، وتفاجأ ريد بوجوده يدعي خوسيه أنطونيو راميريز، لكن السلاح تعطل. لكن ريد لم يستسلم وطعن راميريز 17 مرة وتركه ليموت، ولكن راميريز نجا بأعجوبة. أخذ ريد من المطعم أكثر من 3,000 دولار من صناديق الحسابات ثم فر من مسرح الجريمة. عندما تم اكتشاف الحادثة في النهاية تم نقل راميريز إلى المستشفى حيث عولج ونجا، على الرغم من أن مرتكب تلك الجرائم كان لا يزال لغزا محيرا للسلطات، إلا أن هناك شيئا واحدا لديهم الآن كدليل، وهو وجود شاهد عيان على الجريمة. في 9 أبريل 1997 كانت أنجيلا هولمز وميشيل ماس يعملان في متجر باسكن روبنز للمثلجات في تناسي، وعندما وصل شقيق ميشيل إلى المتجر حوالي الساعة 10:10 مساء ليصطحبها لم يراها في أي مكان. لاحظ الرجل أن سيارة أنجيلا هولمز لا تزال في موقف السيارات وأن الأضواء داخل المتجر لا تزال مضاءة. دخل إلى المتجر ولكنه لم يجد أحدا بالداخل. اتصل فورا على خدمة الطوارئ 911 وتم إرسال الضباط إلى مكان الحادث للتفتيش. اكتشفوا أن آلة تحصيل المدفوعات النقدية كانت فارغة باستثناء بعض العملات المعدنية. تم العثور على محافظ الضحية في المتجر والتي كانت كما هي بدون مساس، وكان هذا أمرا غريبا. في اليوم التالي في صباح يوم 10 أبريل تم العثور على جثثي أنجيلا هولمز وميشيل ماس في منطقة دينباركايف الطبيعية في مقاطعة مونتجمري، وقد عانى الضحيتان من طعنات عميقة في رقبتهما بالإضافة إلى جروح وطعنات أخرى في أجسادهما. اعتبرت الشرطة بول ريد لأول مرة مشتبها به في تلك الحوادث في 12 يونيو 1997 بعدما تم اعتقاله وهو يحاول اختطاف مدير مطعم شوني. من خلال هذا الاعتقال حصلت الشرطة على بصمات أصابع ريد وصورته، على الرغم من عدم العثور على بصمات أصابع ريد في مسرح جريمة الكابتن دي. فقد تم اكتشاف العديد من العناصر التي تخص ستيف وهامبتون ملقاة بجانب الطريق، ومن بينهما فيلم مستأجر وعليه بصمات أصابع ريد. أثرت الشرطة أيضا على العديد من آثار الأحذية داخل كابتن دي بالقرب من الخزانة، وعلى الرغم من أن نمط الحذاء لم يتطابق إلا أن الطول كان متطابق مع حذاء بول ريد. أفاد شاهدان أيضا رؤيتهما لريد وهو يدخل مطعم كابتن دي في الليلة التي سبقت جرائم القتل. شاهدوا أن رجلا جاء إلى المطعم من باب الخروج حوالي الساعة 10:10 وقد أتى للسؤال عن وظيفة. في يونيو 1997 عرضت الشرطة على الموظفين الآخرين مجموعة من الصور الفوتوغرافية لستة أفراد من بينهم ريد. حدد أحد الموظفين بشكل إيجابي ريد على أنه الرجل الذي استفسر عن الوظيفة، وتقدم عامل آخر وشهد بنفس الكلام بالضبط. وعثرت الشرطة على ألياف من ملابس الضحايا موجودة في سيارة ريد، والتي بيّنت بشكل قاطع أنهم قد وضعوا أيديهم على مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء. جدلت عائلة ريد ومحاموه أن ريد غير مستقر عقليا ولا يصلح ليتم محاكمته،
ولكن بعدما بدأت محاكمته حاولوا إقناع هيئة المحلفين أنه غير مستقر ذهنياً كي يأخذ قرارات ممنهجة أو مدروسة، ولكن هيئة المحلفين لم تقتنع بأي من هذا، لأنه كان من الواضح أن ريد كان يتربص بفرائسه وكان يعلم بموعد غلق الأماكن التي ارتكب فيها الجرائم. حاول ريد ادعاء الجنون وحاول تغيير أقواله أكثر من مرة، حتى أنه في مرة من المرات قال إن الحكومة الأمريكية قد أجرت عليه تجارب وأنهم يراقبون كل حركة يقوم بها. كانت محاكمة بول دينيس ريد هي أول محاكمة يتم إذاعتها على الهواء مباشرة في ولاية تينيسي بعد أخذ الموافقات المطلوبة لوضع كاميرات في قاعة المحاكمة. وبعد سماع الشهود وعرض كل الحقائق أمام القاضي وهيئة المحلفين، تم الحكم على ريد بسبعة أحكام متتالية بالإعدام جراء ارتكابه لجرائمه، وتم تأجيل تنفيذ إعدامه عدة مرات من قبل الحكومة. نتيجة لجرائم بول ريد، أصبح العديد من مطاعم الوجبات السريعة يغلقون مبكراً أكثر، وكذلك انتشرت دوريات أكثر للشرطة في المقاطعة بأكملها. في عام 2013 مات بول دينيس ريد طبيعياً في السجن قبل أن تسنح الفرصة لتنفيذ حكم الإعدام عليه. لا يعلم أحد ليومنا هذا ما كان الدافع لدى ريد لارتكابه تلك الجرائم، وما السبب الذي دعاه لاختيار مطاعم الوجبات السريعة كهدف له. ولكن الشيء الأكيد أن أهل ولاية تينيسي ارتاحوا بعدما علموا أن هذا القاتل الشرير قد تم وضعه وراء القضبان، وأنه لن يؤذي الموظفين الذين يكدحون في عملهم يومياً. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.